أسعد الله صباحكم. قادتني البارحة زيارة إلى المشفى المركزي بمدينتنا لعيادة قريب لنا، كان قد نجا من حادث سير خطير، فما إن دخلت عنبر جراحة العظام والمفاصل حتى انبعثت رائحة نسمات صباح جديد. عاملات النظافة لا تبرح إحداهن شبرا قبل تلميعه وتعطيره، الممرضون على أهبة الاستعداد لإسعاف المصابين واستقبال الحالات الاستعجالية دون أن تلبث طرفة عين في قاعة الانتظار. الأطباء قائمون بواجبهم على أكمل وجه، لا وجود لمريض واحد يشكو سوء معاملة أو قلة نظافة أو تأخرا عن موعد دواء. وما زاد يقيني بجودة الخدمات في مشفانا دخولي على قريب الذي كدت لا أعرفه لولا إذ سمعته يناديني، وإشراقة بسمته مرسومة على صفحة وجهه من شدة سعادته وراحته. فلما هممت بالتقلب على شق الثاني إذ بي أسمع صوت والدتي صارخة ككل صباح: استيقظ استيقظ أيها العاطل، كل ذلك كان حلماً.